إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ما علاقة السفياني بالشام؟ وإذا أردنا أن نوسع السؤال والبحث فنقول ما علاقة آل أبي سفيان بالشام؟ طبعا حتى نجيب على هذا التساؤل لابد لنا أن نعطي إخواننا المشاهدين والمشاهدات ولو فرد حالة إجمالية عن الشام وما كان وكيف وصل إليها الإسلام وكيف حصل والأسباب التي أدت إلى بقاء أبي سفيان هناك ووجود معاوية طيلة هذه الفترة والولاء الملفت للنظر. هناك طاعات ثلاثة كما يقال في الشام، هناك طعن وهناك طاعون وهناك طاعة، طاعة ملفتة للنظر من أهل الشام لآل أبي سفيان. فلماذا هذا الأمر ولماذا لم تحصل هناك انتفاضات ولا ثورات على آل أبي سفيان طيلة الفترة اللي اهتزت فيها عروش كثيرة من آل أمية ومن آل العباس، فلما لم تحصل هذه القضية هناك؟ طبعا بداية لابد أن نسلط الأضواء على اسم الشام. الشام كما يقول أهل الجغرافيا يطلق، وهذا الاسم بالذات يطلق على دول أو مناطق محددة، يطلق على سوريا، ربما أيضا يطلق على الأردن، ويطلق أيضا على لبنان، زين، اللي يسمى أيضا بر لبنان سابقا، ويطلق أيضا على فلسطين. هذه الكور اللي وردت روايات تقول هناك كور سيملكها السفياني قبل خروج الإمام المهدي، الكور الخمسة اللي هي أربعة منها سوريا والأردن ولبنان وفلسطين. إذن الشام منطقة تشمل لنا هذه المناطق جميعا، سوريا الأردن لبنان وفلسطين، هذه المنطقة. حينما يقال الشام ملك الشام يخرج في الشام يعني أولا يخرج في هذه. لماذا سميت شام؟ عدة آراء. رأي مثلا يرى أنه الشام أصلا جاءت نسبة إلى ابن نوح سام، وبالسريانية سام يقال لها شام شام، فبالتالي صارت سام شام. زين، هناك رأي آخر يقول لا، الشام إنما جاءت يعني زاهية الألوان، وعلى أساس ووفق هذا الرأي الناس يعبرون عن الشامة في الخد، يعبرون عنها بالشام، هذا الجزء الملون في الخد يعبر عنه بالشام، يعني جميل، فلجمال الشام أيضا أطلقت الشام. بعضهم يقول لا، لأنه شمال الكعبة، وهناك آراء أخرى حقيقة لا نريد أن نتحدث. إجمالا الشام هو منطقة جميلة، لا شك ولا ريب أنها جميلة، وفي نفس الوقت تشملنا هذه المنطقة كاملة، تشملنا فلسطين وسوريا والأردن سوريا والأردن وفلسطين ولبنان. زين، يقولون في التاريخ أول بلد فكر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن يوصل له الإسلام هو الشام. يعني تدرون بعد تقريبا ما جرى في فتح خيبر وما جرى من أحداث، أو ربما قبل
ذلك قبل صلح الحديبية. زين، رسول الله فكر في أن يعني يرسل جماعات أو رسل من قبله إلى أهل الشامات اللي كانت عادة مناطق متنازع عليها. شوفوا العالم الإسلامي آنذاك كان يملكه جزءان أساسيان، بلاد فارس وبلاد الروم، ونزاع حول مناطق كثيرة. فمنطقة الشامات هذه كانت تحت سلطان الروم، وهناك مناطق أخرى في العراق مثل حيرة وغيرها كانت تحت سلطاني، والمدائن وما شاكل ذلك تحت سلطان الدولة الفارسية آنذاك. لهذا الحديث مالتنا أنه رسول الله بعث هذه الرسل إلى تلك الجماعات اللي كانت تحت سلطان بني الروم والهرقل آنذاك، وسيأتي بيان هذا الأمر إن شاء الله في حلقة قادمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.